أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا في الاستوديو ضيفنا الكريم الفاضل القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. تكلمنا في الحلقات الماضية عن النبي وما هو الرسول وما هي مهمة الرسول وعلاقة الرسول بالله وبصفات الرسول أيضا، وجاء أيضا في القرآن أن الرسول هو جاء رحمة للعالمين، وأنه جاء عن الرسول أيضا إنك لعلى خلق عظيم، وجاء أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووردتنا أسئلة جديدة تتكلم عن شخصية الرسول أيضا، فهل نسترسل في الحديث بخصوص انطباق مواصفات الرسول على النبي محمد بالتحديد؟ تأكيد، نعم. نسترسل، وقبل أن نسترسل أيضا نقول نتذكر كلام الشيخ الدكتور عبد المعز عبد الستار الذي يطالب بمحاكمة الكتب الدينية أو السماوية، وكلام الدكتورة عائشة عبد الرحمن اللي بتقول ان احنا لازم نكشف كل حاجة، نعم، ونتكلم بصراحة عن حياة الرسول الخاصة. انا بعود للمشاهد عشان ربما يكون عندنا مشاهدين جداد جايين يسمعوا ويشوفوا، فبدي الخلفية نفسها علشان ما حدش يظن، نعم، ان احنا بنتهجم على دين او بنتهجم على نبي دين، لكن احنا بنطرح تساؤلاتنا في حوار نرجو أن يتم من الطرف الآخر، يظهر حد من الأفاضل العلماء في الإسلام يقولوا أنتوا فعلا يعني قلتوا كده وكده، لكن إيماننا كده والأحاديث عندنا كده والبراهين كده، فيعني دي لازم نعملها ولازم نسترسل بالتأكيد في مناقشة هذا الموضوع. زي ما حضرتك تفضلت وقرأت الآيات أن الرسول قدوة حسنة، نعم، وعلى خلق عظيم، نعم. فبنطرح تساؤلات لا أكثر ولا أقل، تساؤلات، لأن طالما عندنا فكر وعقل لازم نفكر، نعم. تساؤل يعني مدى انطباق هذا الخلق العظيم والأسوة الحسنة على بعض التصرفات اللي أنا نفسي عندي علامات استفهام كبيرة قوي، نعم، على كل وقع منها، نعم، أخي بحضر. زي إيه مثلا؟ زي تعامله مع الناس اللي كانوا بيعارضوه في الفكر أو الرأي. يعني اللي أنا بقول عليه لو واحد عنده خلق عظيم فعلا وأسوة حسنة يشوف المعترض ده رأيه ايه ويجاوب عليه بالمنطق ويفهمه ووائل اخره، واذا موافقش زي ما كان بيقوله هو في مكة لكم دينكم وليه دي وما انا الا مبشر ونذير، نعم، وما علي الا البلاغ. لكن التصرفات دي الحقيقة بصراحة كده عملت لي صدمة، فأنا عايز اجابة ليها. تفضل. فأنت تقول ان النبي محمد لم يكن يسالم الناس. أنا بحطه سؤال. أها. يعني هي وقائع أنا قريتها. أيوه. وحطه سؤال، أنا ما بهاجمش. نعم. أنا حطه سؤال عشان نفكر فيه، واللي عنده رد يكتب لنا على العنوان اللي هيتحط على البتاع. مش كده؟ نعم. إيه التساؤلات؟ كان في إنسانة كبيرة حكيمة محترمة في جيلها اسمها أم قرفة. الست دي كانت عندها 120 سنة، لكن كانت من حكماء العرب. هذه المشاهدين عبرت عن رأيها معارضا للرسول، فما كان منه إلا أنه أرسل لها بعثة بقيادة زيد ابن حارثة. راح هناك، أنا مش قادر أتصور، مسكوا الست الكبيرة قلبوها رجلها لفوق ورأسها لتحت، وجابوا جمالين قصاد بعض، بس جمل وشه كده وجمل وشه كده، وقفهم كده وربطوا رجل الست هنا في رقبة الجمل ده
والرجل التانية ربطوها في الجمل، في رقبة الجمل ده، وضرب في الجمال تمشي خلف خلاف. فالست اتشقت نصين. منظر بشع جدا. تساؤلي يعني ليه؟ يعني أمين رحمة للعالمين، لكن أنا عايز أفهم إيه الرحمة في الحتة دي؟ بس مجرد تساؤل. مجرد تساؤل. وإذا كان في أي إجابة عند أي حد يتفضل ويقول لنا. وهكذا أيضا صنع مع آخرين أخريات. أنت تتصور إنه هل لديك أمين، هل هذه الحادثة أو مذكورة في كتاب معين؟ آه طبعا، السيرة النبوية. في تاريخ السيرة النبوية. نعم. مالي؟ على الإنترنت كتاب المغازي للوقدي وغيرهم يعني. نعم. مذكور. نعم. عارف انتقم من كام معارض ليه؟ من 13 معارض له اغتيالا بالسيف، اللي منهم كان لسه عريس وبعت له بعثة ويفهموه عشان يهنوه بالاسم ان هو رايحين يهنوه، وحطوا السيف في كرشه. هل في اسماء او اشخاص شخصيات معينة؟ طبعا. عندك مثلا واحد زي كعب ابن الاشرف. نعم. ابا عفك اليهودي ابن الاخطل، انس ابن زينب النصراني، أبا سفيان ابن الحارث، الحويرس ابن تفيد، عقبة ابن أبي معيط، كعب ابن زهير ابن أبي الحقيق. راحوا له الراجل، خبطوا على الباب بالليل، مراته طلعت بتقول لهم فيه، جم قافلين بقه ورفعوا السيف، قال لو نطقتي حلقت على رقبتك، ودخل على الراجل نايم على السرير، جم حاطين السيف كده، حط الراجل حط السيف في بطنه، وجه رامي نفسه على ايد السيف لحد ما سمع العظم بيطرقع مع السيف، طلع السيف من ظهر الراجل وهو نايم. حاجات غريبه الشأن يعني، بتعمل لي علامه استفهام كبيره في دماغي. الاسود العبسي، عبد الله بن مسعد، الحارس ابن الصامت، عبد الله ابن ابي السرح، لولا شفاعة عثمان بن عفان. عبد الله بن أبي السرح ده كان عمل إيه؟ كان من الكتبة، هو كان من قريش وبعدين آمن بالإسلام، فبقى مع الرسول كاتب بيكتب، بعدين نزلت آية الخلق فاتبسط قوي، اتبسط منها قوي عبد الله بن أبي السرح، فقال للرسول إيه؟ تبارك أعظم الخالقين. فالرسول قال له هكذا نزلت وكتب. الراجل ساعتها فكر بمخه، قال لو أنا فعلا قلت الكلام اللي نزل في الوحي أنا بقيت نبي. ما أنت كنت بقول الكلام الوحي يبقى أنا نبي، وإذا ما كانش فعلا زي ما قال الرسول إنها نزلت كده، نعم، يبقى أنا بتبع إيه؟ وسكت وخد بعضه ورجع إلى قريش إلى مكة. فلما حصل الفتح، فتح مكة، النبي قال لهم اذهبوا إلى فلان وفلان وفلان، هاتوهم ولو تعلقوا بستائر الكعبة، اقتلهم اقتلوهم. فعثمان تشفع في هذا الرجل وقال له معلش سيبه، وساب، وبعد كده أسلم ورجع تاني، لكن كان عايز يقتله. طيب ليه المعارضين يتقتلوا؟ طب ما نترك لهم فرصة، ده انت راجل رحمة، انت رحمة للعالمين. تساؤلات يعني، مجرد تساؤلات، انا مش بحتاج، هي كل تساؤلات. عارف قد ايه من النساء اغتلهم ايضا؟ انا مش ارسل فاقتلهم. ام قرفة اللي شقها نصين، عصماء بنت مروان أرسل لها عمير ابن عدي فقتلها، فلما رجع وقال له قتلتها، أما النبي يقول له إيه؟ نصرت الله ورسوله يا عمير. نصر بالاغتيال علامة استفهام برضه، أنا مش بعترض أنا بسأل. السيدة سارة مولاة عمرو ابن هاشم، السيدة هند بنت عتبة ابن ربيعة، واثنين بنات ابن الأخطل،
الكلام ده موجود في صحيح مسلم، صحيح مسلم، وفي السيرة النبوية، وفي كتاب المغازل الوقدي، موجود على الانترنت. وأكتر من هذا بقى الشيء اللي أنا يعني ما كنتش قادر أتصوره بصراحة، دي كلها اغتيالات. عندما قتل بني قريظة الرجال، أخذ النساء والذرية يعني الأولاد. وصدمت عندما قرأتها في كتاب المغازل الوقدي. خدهم سبايا، مش كده بس، أرسل فباعهم في الشام واستبدل بأثمانهم سلاحا وخيلا. الكلام ده في مراجع إسلامية. أي مرجع؟ كتاب المغازي للوقدي، موجود على الإنترنت، سيرة النبوية، بتعمل له كليك. أي موقع؟ السيرة النبوية، موقع الإسلام، السيرة، سيرة إسلام، إسلام، سيرة نبوية، سيرة النبوية على الإنترنت. على الإنترنت، نعم. فيعني إزاي بأي يعني الوضع صعب. طب فين الرحمة؟ يعني بس ده مجرد تساؤل، فين الرحمة؟ أنا مش بطعن في نبي الإسلام، لكن أنا بتساءل فين الرحمة؟ اغتيال أي إنسان معارض ليه؟ طبعا المواضيع دي ما بتتناقش، ما حدش يقدر يناقش في تعتيم عليها. لكن احنا طبعا في دلوقتي في القرن 21، وعلى رأي عيش عبد الرحمن، بتقول ان طي الأخبار عن حياة الرسول الخاصة لا تقره أمانة البحث، لا تقره أمانة البحث، ولا هو من هدى القرآن الكريم الذي حرص على أن يسجل منها ما يؤكد بشرية الرسول. فلم يعد يحل لدارس مسلم أن يضرب الصفحة عن ذكرها. إنني من كل ما تناولت من حياة رسول الله لم أرى في شيء منه قط ما أتحرج من تعريضه لضوء البحث. ويبدو هي بتقول إنني من كل ما تناولت من حياة الرسول، فيبدو إن هي ما تناولتش هذا الموضوع لترى ما فيه. لكن إحنا بنحتاج إلى ردود. أيوة الإنسان له أعداء، له معارضين، له أي إنسان تاني يقدر يقتل ويغتال، لكن إحنا بنتكلم على إيه؟ إنسان قدوة ومثل، نعم، ونبي. صعب. ترى أنا لدي سؤال، ماذا يقول الكتاب المقدس عن معاملة الأعداء والآخرين؟ برافو، برافو، صحيح، مقابلة جميلة. نعم. اللي قاله السيد المسيح في العظة على الجبل الشهيرة في إنجيل معلمنا متى، إصحاح 5 و6 و7، قال أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. شوف المسيح حاجة حلوة. فده اتنين من تلاميذ المسيح راحوا بلد فضربوهم للموت وسابوهم يموتوا، بعد ما فاقوا رجعوا، يقول لك رجعوا فرحين لأنهم حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسمه. فالإنسان اللي عايش لرسالة يتألم من أجلها، يتعب من أجلها. وعشان كده أنا مش قادر أفهم تصرفات نبي الإسلام في هذه المواقف. نعم. يعني أنا مش عايز أحكم، لكن أنا مش قادر أفهم. وأعتقد أن في كثيرين مثلي لا يفهمون. وإذا واحد راح يسأل يقول له لا تسأل، لا تناقش يا علي، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم. فأكاد أسمع تقول إذا كان أحد الأشخاص اعتدى علي أقول له الله يباركك؟ تأكيد. هذا شيء صعب، صعب، صعب على البعض، الطبيعة البشرية. نعم. لكن الإنسان اللي بيعيش مع ربنا، وده الفارق اللي أنا بقوله، إن المسيحية بتعطي قوة داخلية. نعم. للإنسان. لما بيطلب من ربنا بيديله قوة الروح القدس، بيديله إمكانية التصرف الصح. أستطيع كل شيء.
في المسيح الذي يقويني، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. في قوة بياخدها الإنسان، لكن الإنسان الطبيعي ما يقدرش، ما يقدرش. هيعيش إزاي وهيعمل إيه؟ عشان كده بقول إن هناك شيء مفتقر لازم الناس تتطلع إليه، وهو قوة الله في حياة الإنسان، نعمة الله في حياة الإنسان. ده شيء مهم جدا، علشان خاطر الإنسان ما يعملش الحاجات دي، يعني حاجات صعبة أو اغتيالات ودماء وسفك دماء، حاجات صعبة خالص. فأنا برجو أن الأخ المشاهد أو أي واحد مشاهد يفكر في الحاجات دي ويسأل، يقرأ كتب، ما يسيبش نفسه كده من غير ما يعرف، يقرأ كتب، يطلع، يتعمق، إن لم يعرف يسأل مشايخ، معلمين، علماء، عشان خاطر يوصل للحق. إيه؟ أنا قريت كده كده كده، الكلام ده معناه إيه؟ لأن لازم نحترم العقل هنا، مش كده؟ عشان يقدر يوصل إلى قرار في حياته، هو ماشي في أي اتجاه، ماشي في أي ناحية، ماشي في أي حتة. اتنين من بس، هي المشكلة اللي أنا بشوفها إن في قضية جوهرية خفية، وهي أن مشاعر المسلمين عموما يقول لك ده غزو صليبي صهيوني، أصل الناس دول عايزين يسقطوا الإسلام ويجوا ياخدوا الدول الإسلامية وتبقى صليبية وصهيونية. بالتأكيد أنا شخصيا لا لي أهداف سياسية، ولا أفهم في السياسة، ولا أنا عميل لحد من الهيئات السياسية. أنا أخاطب العقل، أخاطب العقل، فكر يا عزيزي وشوف الطريق اللي أنت ماشي فيه شكله إيه. من حقك تفكر. بكل أسف شديد اللي أنا بشوفه إن الغالبية العظمى من الناس ماشية، اللي مولود مسيحي ماشي مسيحي خلاص، اللي مولود يهودي ماشي يهودي وخلاص، اللي مولود مسلم ماشي مسلم وخلاص. طب وبعدين؟ مش لازم يفكر ويبقى له قرار شخصي؟ نعم، فكر يبقى له قرار شخصي. فعشان كده عايز أقول القرآن بيقول أنه نبي الرحمة، القرآن بيقول أنه قدوة حسنة، أسوة حسنة، القرآن بيقول على خلق عظيم. التصرفات اللي احنا بنشوفها محتاجة إلى إعادة تفكير، مجرد محاولة فهم، عشان الإنسان يتتضح ليه الأمور ويشوف التعليم السامية. يعني مثلا في أيام موسى كان عين بعين وسن بسن، لأن ده كان عصر الناموس قبل ما يجي عصر النعمة. فالناموس يعني الشريعة، الإنسان طبيعي وبتصرف جسداني، لكن مفيش قوة. فلما جاء عصر النعمة أعطى للإنسان إمكانية وقدرة أن يعيش على المستوى الإلهي الفائق والسامي. نعم. طيب نرجع تاني لعصر الناموس ونعيش عين بعين وسن بسن ونغتال وننتقم ونعمل، ما هي برضو دي عايزة وقفة. يعني بعد الإنسان ما وصل لدرجة الدكتوراه هو مدرس أولى ابتدائي تاني يرجع لورا؟ مفروض الإنسان بيرتقي، بينمو، بيخش في حياة نعمة وهكذا. نعم. فالحقيقة أدي 13 راجل وأدي 6 قتلوا من السيدات، وأدي 19 علاوة على السبايا من بني قريظة اللي هم اتخدم واتباعوا في الشام، وجه بثمنهم أسلحة وخيول. وقفة دي عايزة وقفة برضه، لسه سوق العبيد موجود. لسه سوق العبيد موجود. يعني ده بيفكرني بقصة، فكر يعني من السيرة النبوية حديث، ذهب محمد إلى السوق وشاف واحد اسمه زاهر
ان يعرف. فجه من وراه ومسك زهر بايديه كده كتفه. فزهر بيقول له مين ده؟ مين ده؟ قال له انا الذي اشتري العبيد. من قال ذلك؟ النبي. انا الذي اشتري العبيد ويبيع العبيد. طب الاسلام مفروض انه جاء عشان خاطر ايه؟ بيقولوا لنا يعني بيها انه جاء حرر الناس من العبوديه وعمل ودى حريات وكده. طب دي تساؤلات يعني. احنا يعني المفروض ان الامور توصل الى مستوى من الفهم الدقيق. روح الانتقام، روح الاغتيال، لان الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. الانسان لو كان قلبه نظيف بيعيش حياة نظيفة وسليمة. ازاي انسان بيدعو الى مبادئ سامية، الى تسامح، الى حب، انسان بيمثل الله على الارض وينتقم لذاته؟ وضع غريب فعلا. فكل ما هنالك احنا بنقول ان رسالة الرسول هي رسالة حب، يدعو الناس الى عبادة الله، يدعو الناس الى بالايه؟ بالموعظه الحسنه، لكن مش انتقام من المعارضين، مش انتقام من المعارضين. يعني نرجو ونطلب من الله ان هو يفتح العيون ويدي نعمه. اهم حاجه بصراحه الحياه، الدين محتاجه للانسان انه يتغير كليا عن طبيعته القديمة، الطبيعة المنتقمة، الطبيعة الكارهة، الطبيعة اللي عايشة بالغرائز البشرية المختلفة. المفروض ان الانسان يتغير. الكتاب عندنا يقول ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. وان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نعم. فدي عملية تجديد من الداخل، عملية تغيير من الداخل. بصراحة ما بنقدرش نشوف حاجة بالشكل ده في الإسلام. الإسلام ما بيساعدش الإنسان أنه يتغير، حتى ما بيقولوش اتغير، لكن بيديله شوية أوامر ونواهي، بس الطبيعة من جوه ما تقدرش. إذن الإيمان الحقيقي هو أن يتغير الإنسان من الداخل عن الطبيعة البشرية القديمة اللي هي طبيعة الشر، وأن يرتقي إلى علاقة حميمة مع الخالق، مع الله، كيما يحيا حياة الطهارة والقداسة. ده تمام. نعم. التاريخ، تاريخ القديسين بيحمل لنا قصة جميلة جدا عن قديس كان أستاذ في الجامعة في تورينو اسمه أغسطينوس. أغسطينوس هذا كان عايش حياة بزخ ومنحلة، لكن أمه كانت ست كويسة بتصلي من أجله. قعدت تصلي من أجله 20 سنة، وبعدين تلامذته قالوا له في أسقف بيوعظ بعظ بليغ قوي، هو كان أستاذ بيان وبلاغة، فراح عشان ينتقده. لكن وهو هناك ماسك الورقة والقلم عشان يعمل نقد للخطاب البلاغي ده، قبل ما خلصت الوعظة ما كتبش ولا كلمة. ليه؟ عجبه الكلام. عايز يتوب، بس كان دايما يقول ايه؟ ليس الآن يا رب، عايز أتوب وأسلم لك قلبي بس مش دلوقتي. وفي يوم من الأيام تعب جدا، فطلع هو وصديق ليه إلى حديقة. نعم. وقعدوا، وبعدين سمع صوت زي جوقة ملائكية بتقول له خذ واقرأ. فجاله الهاتف انه ياخد الكتاب المقدس ويقرأ فيه. نعم. ففتح الكتاب المقدس على رمية 13، انها ساعة الآن لنستيقظ من النوم. قد تناهى النهار وتقارب الليل.
فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. ركع في نفس المكان وقال له يا رب أنا عشت حياتي وحشة جدا، فأنا عايز أعيش حياة جديدة، فغيرني واديني قلب جديد وطبيعة جديدة. ولما اتغير روح البيت فإحدى عشيقاته جوله، فحاولت تدخل قال لها أغسطينوس اللي تعرفيه مات، ولكن الآن أغسطينوس جديد يعيش لله بقلب جديد وطبيعة جديدة تبغض الخطية. قديس. فإذا في لمس التغيير. نعم. تحوي. شكرا، لقد أدركنا الوقت. شكرا. ولنا لقاء في حلقة أخرى إن شاء الله. أمين. أعزائي المشاهدين، الله يقول عن الإنسان أن الإنسان هو آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، أي مجد الله، لأن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات من الخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، عطية الله ومشيئة الله أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إن كنت تبحث عن الحق أرفع قلبك معي الله وأطلب من الله أن يظهر لك الحق، لأنه هو الحق بعينه. ويسوع أيضا المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نرسل لكم نسخة مجانية من كتاب مقدس. إذا كان لديكم أي أسئلة أو ترغبون الحصول على نسخة من الكتاب المقدس فنرسلها لكم، اكتبوا لنا على العناوين المذكورة على شاشة الشاشة الصغيرة أمامكم. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. نترككم في رعاية الله، وشكرا.